تولي الدوله اهتماما كبيرا بملف المصانع المتعثره ومعالجه اسباب تعثرها وبدات الحكومه في تنفيذ خطه لتسويه اوضاع المشروعات المتعثره في جميع القطاعات ودخولها العمل في اسرع وقت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الصناعه جهود حثيثة تبذلها الدولة من أجل دعم الصناعة حيث طول اهتماما بملف المصانع المتعثرة ومعالجة أسباب تعثرها سواء أكانت مادية أو فنية وإجرائية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية بالفعل بدأت الحكومة في تنفيذ خطة لتسوية أوضاع المشروعات المتعثرة في جميع القطاعات لإدخالها في العمل في أسرع وقت وفق توجيهات رئاسية بضرورة استغلال كل الطاقات المعطلة في السوق إجراءات تنفيذية اتخذتها الحكومة من خلال عده مبادرات مع البنوك لتمويل المشروعات والعمل على اعاده التشغيل المتوقف منها ومن بينها المبادره الوطنيه لتطوير الصناعه المصريه ابدا لدعم كل مصنع متعثر ومخالف لمساعدته في تقنين اوضاعه من خلال تذليل كل العقبات التي تواجه اصحاب المصانع كتسهيل الاجراءات والحصول على التراخيص المختلفه وتقنين الاوضاع وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات والجهات المعنيه بالدوله الدوله اطلقت ايضا مبادرات اخرى منها مصنعك دائما شغال للحيلوله دون توقف عجله الانتاج المبادرات تتضمن تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفه والمتعثره ومساندتها حتى تستطيع تقنين اوضاعها كما يعمل هذا المحور على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود في القرى والمراكز للبناء على جهود الدولة وعمل تمكين اقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياة كريمة وقامت مبادرة إبدأ بفحص نحو 4586 حالة مصنع متعثر ومخالف في 25 محافظة خلال العام الأول من إطلاق المبادرة في سياق دعم الصناعات إعادة تشغيل المصانع المتعثره والمتوقفه عن العمل سيمنع تسرب العماله ويساعد على ضخ الانتاج في الاسواق ويزيد من الناتج المحلي للدوله كما ان دعم الصناعه وزياده الانتاجيه ينعكس بصوره مباشره على التصدير ومن ثم زياده الحصيله الدولاريه والحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن انتاجها في مصر وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه لا سيما وان حل تلك الازمه او الظاهره سيعزز من ثقه المستثمرين في السوق المحليه وكذلك سيعمل على رفع القدرات الانتاجيه للقطاع الصناعي ناهيك عن توفير الالاف من فرص العمل للشباب واخيرا المساهمه وبقوه في تنفيذ خطط الدوله الراميه الى مضاعفه حجم الصادرات وتحقيق حلم المئه مليار دولار صادرات خلال الفتره المقبله